الشعب العراقي عنده تواضع واستقبال لا يوثق، والكردستاني لأنه نحن اليوم من العراق. ومن وين؟ من أربيل. مثل ما قال سوق، قلت يا رب مثل ما أنت طلبت حفعل، والباقي أنت اللي تعمله. وبالفعل طلبت هالشي. والدي صباحا خرج من الخطف، وأكيد هو انخطف مرة ثانية طبعا، بس هذا الموقف بالذات لأنه هو ولد الثقة والرجاء بالخطف الثاني، أنه خرج أيضا ثاني مرة. ونشكر الله على كل شيء. يوم أحد كنت بالشغل بحادث كنيسة، تلقيت اتصال من قرايبي هنا بأربيل، أنه هالشكل قروا بالتلفزيون أكو هالشكل حادث وهالشكل موضوع. فرحت فزعت ورحت بالشورت والموضوع، وظلنا ساعات نشوف الدمار والخراب اللي صار بالكنيسة، إلى أن استلمت أخويا شون جثة ساعة 12 بالليل. وما مصدق يعني، بس كان أكو تساؤل أنه ليش هذا اللي صار، وهم الله وين موجود، يعني الله وين كان. وأعتقد الكل كانوا يتساءلون هذا السؤال. يعني قبل شيء يقول فائز هم كان أكو اختبار صعب وأبو نجا، يعني أكو فد هالشكل. بس أمي صلت ذاك اليوم أنه يعني لما سمعت الخبر بالتلفزيون وأخويا ما موجود ومحتجز ورهائن وزوجته ويا حامل، قالت لا الله راح يخلصه، راح يرجع هسه بعد ساعة ساعتين يرجع. إلى أن صار تأخر الوقت وصار تقريبا انهيار عندها. ويعني بعدين شلون هيدا الموضوع، بعرف انه وقت تكون عم تحكي لهلا بيكون صعب. ما بعرف، حتى بعرف انه على امك صعب، بس بدي اقول شيء اقول لك اياه. بعرف انه سامعه، بس بقوله بسلطان، مثل ما الله عمل عجيب معنا دائما بحياتنا. هو كانت تسأل ليش الله ما عمل عجبه ذاك اليوم؟ السؤال هذا السؤال داخلي. ايه هيدا اللي بتقول انه الله ليش ما عمل عجبه ذاك اليوم، والناس يقولون هم الارهابيين نفسهم كانوا يقولون انه وين مسيحكم يخلصكم. زين، يعني هم يعني العجوبه اللي صارت ذاك اليوم اللي ما حد يعرف بها، يعني الا قله اللي حسوا بها. نعم. انه تقريبا 200 شخص بالكنيسه وتحت هذا الضغط والقتل، ما حد قال اني يعني أنكر المسيح. واو. وأطفال وهاي. يعني ما حد ضعف إنه نكر المسيح. آمين. بدي أقول إنه قلت لي شيء مبارح أنا وعم بسمعه كتير أثرني، إنه كان في أشخاص حتى من غير خلفية دينية إجوا يعزوا أمك. وكانوا عم بيقولوا كلمة الله ينتقم منهم. إيه، وأمك كانت عم ترد الله يسامحهم. أنا صار لي من 2007 متغرب على العراق. طبقوني، بس أنا بالرغم من الظروف اللي متغرب فيها على العراق، ايه؟ بس العراق ساكن بقلبي وكنيسة العراق بقلبي. طب بدنا نفرجيك بدنا نفرجيك حدا تحكي معه. آمين، الرب يبارك فيك. هلا بابا. هلا فادي حبيبي. هلا وريت حبيبي، شلونكي؟ أنا رائد. هلا ورايد حبيبي، شلونك؟ زين، انت شلونك؟ مشتاق لك كثير كثير كثير. انا اكثر. الرب يباركك، الرب يحفظك ويخليك. هلا فادي. هلا وهلا وهلا حبيبي. هلا وفاء، شلونك؟ زينه. نشكر الرب، قد اشوفكم. نشكر الرب. في سلام.